واجهت المحادثات السورية الجارية في جنيف مفاجأة عندما أعلن وفد المعارضة الرئيسي ممثلا باللجنة العليا للتفاوض المدعوم سعوديا وأمريكيا انسحابه المؤقت، بينما لم ينسحب وفد المعارضة الممثل بمجموعة موسكو القاهرة المدعوم روسيا وقرر البقاء. من جانبها أعلنت موسكو أن هذا الوفد قد يتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية. لكن من هو وفد مجموعة موسكو القاهرة وما هي خطته العملية للتوصل لحل سياسي؟ وهل لديه تأييد شعبي؟ قدري جميل رئيس وفد مجموعة موسكو القاهرة يبلغ من العمر 57 عاما وكان رئيس حزب إرادة الشعب الذي أصبح حزبا معارضا معتدلا يدعو إلى الإصلاح الاقتصادي كما انضم إلى النظام السوري عندما تولى منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية ومن ثم غادر إلى روسيا ويعتبر شخصية هامة في الحكومة المستقبلية في الرأي العام داخل سوريا. ما هو أكبر تغيرات أو تعديلات يجب على نظام سوريا الحالي وما هو مكانة بشار أسد في المستقبل السوري؟ الأهم في هذه اللحظة بالنسبة لنا إيقاف الكارثة الإنسانية الكبرى التي يعيشها الشعب السوري. نحن نريد تغيير النظام الاقتصادي السياسي الاجتماعي وليقرر الشعب ما يريد فيما يخص النظام السياسي ومن سيحكمه. حسب ما أفهم القرارات الدولية مؤجل، ليس للبحث الآن. هناك خلافات حول الموضوع، ولكن لماذا نبدأ بالمختلف عليه؟ فلنبدأ بما ممكن تحقيقه ونترك المختلف عليه لمرحلة لاحقة. نظرا لموقف المجموعة المعتدل وخلافها الشديد مع اللجنة العليا للتفاوض لم تحظى بتأييد من الدول الغربية، لكن بعد 5 سنوات من الحرب ماذا عن التأييد الشعبي؟ لا أريد أن أستخدم لغة النظام وأن أقول نحن نمثل الشعب السوري، ولا أريد أن أستخدم لغة هيئة العليا للمفاوضات وأن أقول أنني أمثل الشعب السوري، فهو لن يكون دقيقا، لأن الشعب السوري لم يسأل عن رأيه منذ 5 سنوات. لذلك سننتظر الانتخابات النيابية والرئاسية القادمة كي نرى لمن هو الدعم الشعبي سيكون، ولكن نحن متأكدون من قضية الآن أننا نمثل إرادة السوريين في الخروج من الأزمة من أجل الوصول إلى حياة آمنة وهادئة. لكن الوضع على الأرض يبدو معقدا من الناحية الأمنية، فما هي رؤية الوفد المستقبلية إزاء الفصائل المسلحة داخل سوريا؟ هل لديكم العلاقة مع القوى المسلحة في أراضي سوريا؟ وإذا تم التوصل إلى اتفاقية، هل أنتم تستطيعون أن تضمن وقف الاشتباكات في أراضي سوريا؟ بسبب انسحاب الدولة من مناطق عديدة وتعرض هذه المناطق لخطر المتطرفين الإرهابيين، قام السكان بتشكيل فصائل للدفاع الذاتي، وهؤلاء بالآلاف موجودين في مناطق مختلفة من سوريا. إذا تم اتفاق سياسي بعتقد سيسبق اتفاق الهدنة، وسنبدأ ببحث كيف ضم ذلك الجزء من الضباط الذي انشق عن الجيش إعادتهم إلى الجيش، وسنفكر بمصير الفصائل المسلحة، كيف هو مستقبلها، كيف يمكن إعادة تأهيلها، كيف يمكن الاستفادة من أفرادها السوريين تحديدا أتكلم عنهم، استفادة منهم في سوريا المستقبل. الوفد سلم مبادرة للانتقال السياسي إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ديمتسورا. هل هذا مرغوبا بديمتسورا؟ ليس لدي الحق أن أتكلم عن السيد ديمتسورا، ولكن إذا تريدين انطباعي من خلال تعابير وشه أعتقد أن اقتراحاتنا تروق له. قال قدري جميل إنه على تواصل مستمر مع الحكومة السورية واللجنة العليا للتفاوض. يذكر أن الخلاف الشديد بين جانبين كان وراء دخول المحادثات السورية في مأزقها الحالي، فهل سيتمكن وفد مجموعة موسكو القاهرة برئاسة قدري جميل في مواصلة التفاوض؟ سنتابع ما يجري في جنيف.